أقر مجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي، والتي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبق في الدول الأعضاء بالجمعية ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز وموائمة الأطر عبر القارة. جاء ذلك خلال ترأس محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية 46 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية بموريشيوس، والتي عقدت يومي 3 و4 من سبتمبر 2024 بمشاركة محافظي البنوك المركزية بالجمعية، والبالغ عددها 41 بنكا مركزيا تمثل 54 دولة أفريقية. عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اجتماعين منفصلين مع مسؤولي شركتي توتال انرجيز الفرنسية وكابريكون انرجي البريطانية، وتم خلال اللقاءين استعراض أنشطة الشركتين في مصر والخطط المستقبلية في ضوء المزايدة الأخيرة التي طرحتها شركة إيجاز لعام 2024 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى أن حزمة الحوافز الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار البترولي، يتبعها خطوات أخرى في المستقبل. بحث وزير التموين شريف فاروق مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص. وخلال الاجتماع وجه الوزير بالنظر في جميع الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان، سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية. وحرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات التي تم طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تمت مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية. التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وخلال اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه للمزيد من التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وكذا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار. وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي وزارة الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة ضمن برنامج عمل المؤسسة في عام 2025. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 4% ليصل إلى 73 دولار و47 سنت للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 4% ليصل إلى 70.3% دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.8% لتصل إلى $2.24 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.8% لتسجل $2.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ إن بكين تستعد لفتح فصل جديد مع جنوب أفريقيا لبناء مجتمع مشترك رفيع المستوى بمستقبل موحد بفضل إعلان الرئيس شي جون بينغ ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا
عن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة في العصر الجديد خلال محادثتهما. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الصيني ورئيس جنوب أفريقيا الذي يزور بكين حاليا لحضور قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك لعام 2024. أكد رئيس الوزراء الصيني استعداد بكين للعمل مع جنوب أفريقيا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيساء الدولتين وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات والتعاون بين البلدين.